مرحبا، ويلكم باك تو ماي شانل. فيديو جديد، معليش عم بضحك من غير سبب، مش لانه قلت الادب، بس هيك جاتني الضحكه. شو راح اعمل؟ كيفكم؟ شو اخباركم؟ كيف صحتكم؟ طمنوني عليكم، يا رب تكونوا باحسن الاحوال. خلونا نفتح النور. بس قبل ما نفتح النور، هيدا هو شكل الغرفه يلي فيها الميك اب، يلي فيها الشوزات الى اخره، واللبس يلي فيها الميك اب. انا طافيه النور، بدي بس فرجيكم الفيو بالليل قدي حلوه. ما كتير بيبان هلأ على البالكوني، بس anyway خلونا نرجع لنفتح النور. في نورين، نور هون ونور هون. إذا بدكم تعرفوا هيدي الغرفة جوا شو فيها وشو أشكالها، فيكم ترجعوا على جولة بغرفة النوم الرئيسية، لأنه هيدي the master bedroom، من غير طبعا غرفة النوم تبعي العادية. وإن شاء الله رح أعمل كمان فيديوهات للحمامين، الحمامين لا الحمامين، لأنه في حمام هون رئيسي وفي حمام وراي. وإن شاء الله رح أعمل جولة بالبيت كلية تجمع فيها كل الفيديوهات اللي عم بعمل تلوحي لوحدها، لأنه فيها شوية تفسيرات وتوضيحات. هيدي المنطقة فيها الكلوزت، كرمال هيك الصوت شوي غريب جدا. بدي نفتح كل وحدة بوحدتها، كل خزانة بخزانتها، ورح ندردي شوي صغيري. هيدي الدرس دار هيدي الدردشة من غير لساني اللي طاير، رح تكون أسئلة على أسئلة. يلا كله فايت بعضه، أجوبة على أسئلة واللي بتعليقات نسألتها. فيلا بينا، يلا نفتح أول مطرح بالخزانة وراح أحكي عليه بالتفاصيل، وما حدا يفكر إنه عندي إشياء خارقة للعادة، لأنه ناس دي إكسبكت سامثينج، كانوا توقعات، ولما بيكون توقعات موجودة على أرض الواقع بيعصبوا، فما حدا يعصب. هيدول تيابي عاديين جدا. هون هيدا واللي وراه، لأنه هيدي هي المساحة، يعني هيدي المنطقة فيها كل اللبس تبع السقعة تبع البرد. من داخل كله مليان، وهون كله مليان. مقارنة باللبس الإجمالي اللي عندي طبعا مش كتير، بس لما بكون مسافرة وبلبسه ممكن شهر شهرين ماكسيموم بالسنة. ما تنسوا انه دبي اغلبية الوقت الجو حار الى معتدل حار. ما بعرف لي هيدا الضحك اللي جايني هيدا النار، ما علينا. كنت نسألت كتير على هيدول التوبات السويترز ولا السويترز يلي من عند رالف لورن. هيدول كلياتهم، في العاديين وفي تبع الكاشمير، مش عاديين أساتشوس إني وكليتهم من رالف لورن. هيدول من عند البيربري، ميني دريسز. لحد هالدقيقة بعدني ما لبست الحمراء على فكرة، لأنه الغلط اللي عملته اللون. ما علينا، هون ومن جوا في عندي اللبس ولا هيدول من جوسي كوتور، فكل هيدا اللبس تبع البرد والسعة. اللي تحته كل هيدول لبس رياضة، بس في مثله هلأ بالغسيل بده يتغسل نصه تقريبا، النص بالغسيل يعني. البس خليتها لله يرحمها عليك، شطلوح شطلوح يعني، نلبس ونرمي نلبس ونرمي. فكل هيدول التوب سبع الورك اوت ولا رياضة، على الليجينجز كمان هون في شوية، مش شوية، نصهم فعليا وحرفيا بالغسيل. كل الليجينجز تبع الورك اوت، تحت كمان النص بالغسيل، البيجاماز نوعا ما، يعني هيدول التوبس اللي كنت شاريهم من ماكس بالالوان. فكل هيدول البيجاماز ماني منزلهم على حسب الالوان، منزلهم على حسب شو طاوت ايدي ونزلتهم. كمان هون في الباتم تحت، يعني السراويل تبع البيجاماز. الدرجة اللي تحتيها هيدا الباك تبعي فيه شوية غراض كنت منزلها باكا وحطيتهم هون. هيدي العلبة جتني هدية بعيد ميلادي، الفيديو ما بعرف امتى راح ينزل، يمكن نهار عيد ميلادي بالتحديد.
فهاي اجتني هدية من my previous boss ومعتو لحد دقيقة ما فتحتون يعني بس وصلتني. أنا بعرف إنه من السفورة لأنه اجتني بالبوكس تبع السفورة بس بعدني ما فتحته. بكير رح أفتحه إن شاء الله، رح أعمل فيديو على الهدايا تبع العيد ميلاد إن شاء الله. إن شاء الله the same thing على هذه الباج هون يلي تحت هيك عاملين مش ملاخبطين، بس عم بنزل كل اللبس يلي مغسول وبده كوي في عوض ما نزلوا بغير مطرح عم بحطه هناك، فهيدول كلياتهم مغسولين وبدهم بس ينكبوا. فهيدي هي أول خزانة ما فيها أي شيء خارق للعادة. I know يمكن الناس رح تتفاجأ بيكون نازلة في مخيلتها أشياء رح تكون أحسن من هيك ولا مزبوطة أحسن من هيك، بس I'm a normal person. وحتى كنت قلتها كتير مرات أنا ما عندي هيدا الشيء اللي واو نورمال مثل اي الناس. نيجي للمطرح الثاني، كمان كان بدي اقول شغله مهمه انه انا غير اختي انا شخص بهيدا الثياب مني مرتبه أساتش، بس ما شاء الله ما شاء الله والله اكبر اختي عندها طريقه ترتيب فظيعه ما شاء الله ما شاء الله والله اكبر عليها من وقت ما كنا صغار. حتى انه صراحه امي الماما كنت عم بحكي معها مؤخرا وجابت لي سيره ثياب اختي كانت ما شاء الله الله اكبر كله بالالوان. انا عندي غير ترتيب، بس هذا الترتيب انا بالنسبه لي اتس ذا ايديال ثينك. هلا رح اقول لكم شو هو هون. هاي واللي جنبه كلياتهم تبع العليقات. فوق عندي كذا بوكسز، هيدا البوكس من جوا فيه السويم سوتس يعني الميوهات تبع البحر تبع العوم، زائد شوية غراض مثل هيدول اللي كنت قلت للصبايا وما لقيتهم، فكرت انه اعطيتهم للماما. الظاهر انه ما اعطيتهم للماما لانه لقيتهم البنات اللي عم بتقلي ولا كنت حكيت عليهم الجرابات الكتير سماك تبع الصلاة لما حتى تعلم يعني اجليكم، هيدول ماشي او هيدول نفس الشيء كتير سماك وكتير حلوين. رح ارجعهم لمطرحهم. في عندي شابو على ايام البرد، هاي نفس الشيء نفس الساكس. أوكي. هدول البوكسز اللي بين هيدا كله شوي متسخ. anyway هدول البوكسز ثلاثتهم فيهم الجلافز والطرابيش يعني كل تبع الايدين القفازة تبع البرد يعني، زائد الماتشين كابس تبعهم مش البيري بس انه الطرابيش نوعا ما اللي بكون مسافرة يعني سواء بلندن او مصر او مطرح فيه ساقعة كتير، فكلهم انا منزلهم بهدول البوكسز تبع الالفي ولا لوي فيتون. هيدي انا صار لي عندي تقريبا شي 3 أو 4 سنين. مثل اير براش ماشي مثلا كنت شاريها للباث بومبس مش للكيكس. فوقيها شوية ولا كابل اوف بوكسز تبع النظارات. هدول البوكسز عندي فيهم ورق مهمة، وهي فيها الورق تبع اللابتوب. انا هلا اكتشفت انه في غراض هون بدي اشيل هون. اوكي الورق اخ خليهم هون بعدين. دخلت في الحيط، تحت فيه كل العليقات تبع الشميزات التوبات وشوية جاكيتس. وهلا رح لكم المغزى من ورا هيدول كلياتهم لانه مبينين كأنه فوق بعض ولا راندملي مش بالالوان. انا ما بشتغل بالالوان، بشتغل بالتالي. اول مطرح يعني بلش من الاول كل الشميزات انا منزلهم على حسب الكمام. غريبة هيدي القصة ما حدا يضحك، بس على حسب طول الأكمام يعني من الأول هون كل الشيرتس والشميزات ماشي الفورمال والعاديين، كمان هون التوبات يلي كمامهم أطوال. بنفوت على التيز ولا تي شيرتس ولا اللي كمامهم يعني 3/4 ونصاصيين يعني هيك تي شيرتات ماشي. بنفوت على السليفلز يعني من غير سليفز سمو سليفلس، كل التوبات تبع البيبي الى اخره. اندن بنيجي هون للسويت شيرتس، معناته اللي بكمام طوال واللي انا منزلهم هون لانه هيدول شوي مسقعين ولا شوي للجو اللي بيكون مسقع نوعا ما، فبعرف انه ما كتير رح البسهم الا مثلا شهر 1 شهر 2 اذا الله عطانا عمر ماشي مو الامانه خدا امانته. فكل الغراض مايلي تبع كارل لاغافيلد
تابع دونا كارن نيويورك الاديداس، في شوية فورمال ستاف مثل هيدي الفيست، اي ثينك تبع جوسي كوتشر، في اختها بعدني ما حد تقي هالحد دقيقة، تخيل صار لها سنتين هلا عندي، ولا 3 سنين، 2 ونص، بالتاج تبعها عندي وحدة على ابيض هاي والاسود، وهدول الجاكيتس تبع الدينم. اجين صبايا عم تسألني شو الفرق بين الجينز والدينم، هاي مش الجينز لانه هذه جاكيت بيتسمى الماتيريال دينم، البيبي وتبع الجاس، فتكهن انا هيك الجاكيت اللي شوي خفيفين مش كتير تقال. صبايا دايما تسألني على مجموعة البيبي، ان شاء الله راح اعمل فيديو اجين ارفعه ايديكم تحت اذا بدكم. كان السؤال اذا انا بشتغل ولا اشتغلت مع بيبي، عمري ما اشتغلت انا، هيدول شاريهم عبر عشرات السنين يعني من زمان وانا عم بشتري اغراضي ولحد هالدقيقة عندي. مثلا هيدا التوب بتصور عمره عندي شي 13 سنة ولا 14، هذا واقع وبعده كأنه جديد. اوكي، فأغراضي هيك عم بحافظ عليهم، عم بلبسهم بس خلص منهم بيتغسلوا بيتصبنوا، بيتصبنوا يعني بالغسيل وبنشرهم وبشيلهم وبعلقهم. هيدي هي الطريقة يعني اللي بحافظ فيها على أغراضي. الجزء الثاني السفلي فيه كل الجينز، هيدول بتسموه جينزات يعني كلياتهم، انا هيك حاطاهم يعني مش طويهم نزلاهم لوحدهم. ف اي هدول كل الجينزات كلهم من صلصة من غير تقريبا شي 4 ولا 5 يعني. هاي هدول من عند جوسي كوتشر، شي شغلة وقعت من عارفة انا شو هي، اي ثينك اي بنطلون بدي شيله. اوكي يعني انا بحط الجينزات هيك معلقين، في شي منه مزبوط هون. المهم وتاني ما هدول كلياتهم تنانير، هيدا بنطلون، هيدي تنورة 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 تنورة، كله تنانير ما غير اي ثينك هيدا فورمال، واللي جنبه فورمال بانتس يعني بنطي الفورمال، وهدول كلياتهم تنانير طويلة فورمال، فتنانير منزلهم تحت مع الجينزات وفوق مثل ما قلت لكم. فلما بيجي البس اني ثينك كاجوال بيكون بالنص، والشورتس من هون وشوي الغراض اللي تبع السقعة والجاكيت الخفيفة من هون. نيجي للناحية الثانية، معلش في ايكو لانه المكان فاضي، فراح افسر لكم exactly what's going on. الجزء الفوقاني هيدول البوكسز، وجايين فيه كمان بوكسز من جوا، اللي جوانيين ثلاثتهم فيهم ورقي المهمة، كل الورق تبعي. هاي I think فيها غراض تبع الصابون، بس mainly مش الغراض، راح تكون المولدز كل القوالب. هيدي الصورة كانت رسمت لي اياها صبية كانت رفيقتي، وللأسف ذكروني مثل قصة during the divorce you lose friends للطرف الآخر، هيك صار معي يعني الطرف الآخر قال خيرهم يا أنا يا هي، وطبعا اختاروها هي for whatever reason. ف anyway كان يعني عزت علي حتى انه ارميها لانه رميت كل الغراض الثانية، بعدني عم بشارك معها حالي. هاي نفس الشيء، هاي وهي كلياتهم فيهم غراض تبع الصابون، كل المولدز كل القوالب، هيدي وهيدي فيهم الغراض اللي شاريهم انا بزيادة، المنتجات بزيادة يعني، عندي كريمات عندي سكرابات عندي صبغة شعر الى اخره، فحطاهم فوق. المنظر منه عاطل ابدا، كل خزانة بالبيت بيكون فيها بوكسز عادي جدا. العليقة بانه هون مش مقسومة على 2، انا شلتها كانت مقسومة على 2 وشلت الحديدة مثل هاي اللي كانت تحت شلتها لضلو يعني واسع. لماذا؟ لاني معلقة كل الفساتين تبعي. كيف معلقة هون؟ نفس الكونسبت يلي قبل بالطول، يعني اللي قدام اول شيء على جناب الطوال جدا، and then الميديوم and then الميني and then المايكرو، وجوا منزلة كل اللبس المسقع تبع البارد. هيدول انا كنت حاطة الفيديو تبعهم معطرات التياب، راح تلاقوا الفيديو عندي بالقناة. حتى هون على فكرة بدي انقل طلعوا
لحتى ما الناس تفكر انه نعم بعمل فيديوهات وعم برمي الغراض اللي عم بيستعملون، يحطون طيبة طيبة. تخيلوا انه هون كمان نفس الشيء. عملته من كم سنة؟ من سنتين I think من سنتين، ما بتصور انه من سنة، لانه السنة اللي فاتت ما كنت عم بعمل كتير اشياء. المهم هدول الغراض هون، عندي شوية جاكيتات مش خريفية بس شتوية. هيدي اتس سوت، فورمال سوت من عند بيبي. هيدا باس بارتو لبسته شي 3 مليون مرة بأغلبية الفيديوهات من عند بولو رالف لورن. كتير كارديغان كتير حلو. هون عندي تذكرت شغلي كمان، معليش سامحوني لفسر لكم اياها لانه هلا تذكرتها. كمان بهدول العلب في الشولز من عند الالفي، ذاتس ذا ريزن عم بقول لي عندي ثلاثه، في وحده تبع الجلافز، وحده تبع الهاتس، والثالثه تبع الشولز من عند الالفي. هون اجين كل السكارفز والشولز تقريبا معلقه هون لحتى ما يتبهدلوا، معليش سامحوني. هون كمان كل السكارفز، الارماس، الكسندر ماكوين، الكوتش، الفري ويلي، كمان الارماس الى اخره. هاي كان جبت لي اياها وحده من الرفقات. اي ثينك كمان بدي عم تشاور مع حالي بدي ارميها. وعن جد عم بعتذر، عم بحاول صور لكم والتصوير يكون واضح، فبعتذر اذا في تقصير والله العظيم مش من عندي. رح نبلش من هون بكير، رح نحكي على كل الفساتين بما انه الصبايا عم بيقولوا لي ما عم تلبسي فساتين، بلبسهم بس يا اما بكون عم بصور الفيديو بس مش مبيني، بس مش مبينة فالناس بتفكرها انه اتس توب، او بلبسها لما بكون طالعة وما كتير بتصور. هاي كنت انا شاريها من كم سنة تبع المايو، كاش مايو. هيدول الفستانين نفس الماتيريال من عند ياس اي ثينك، كنت لابساهم كذا مرة وكل الصبايا هي مصورة فيهم، اذا لقيت الصورة رح نزلكم اياها. طوال 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 عجبوني لانه طولهم فظيع حتى وانا لابسة الكعب. فهي it's a very Victorian style، يعني الكولر تبع الكولر يعني الرقبة عالية والكمام شوي واسعين بس ضيقين من تحت. وهي نفس الماتيريال، هي لحد دقيقة بعدني ماني لبستها. I'm hoping انه شي نهار رح البسها. نفس الشيء بس it's sleeveless والكول تبعها في نك. هاي كنت اشتريتهم من مصر، كتير بحبهم كتير كتير كتير. كنت حكيت عليهم فيديوهات جمة. كنت اشتريت هاي واشتريت اللي على اسود، كتير حلوين. الستايل تبعهم very unique ورائع جدا وابدا. عندن كل هاي دول فساتيني الماكسي يعني الطوال. هاي كمان هاي دول الاثنين كمان. هاي 3 quarter يعني مش طويلة، انا كتير بحبها. لهيدي هي من عند تيد بيكا، ما بعرف اذا لبست هي ولا بعدها. فيري فورمال كتير نعومي. هي كانت اجتني هدية كمان من تيد بيكا from a friend. هاي الزينة زكي يلي كنت لابساها بالبيبي شاور يلي كله رمى سوري بالكلمة بالزبالة، والناس طلعت عم بتقول انه انا كنت معيشة في جحيم. مبين نفس الشيء. هيدي 3 quarter من عند التيت بيكا. هاي كمان من عند زينة زكي. إذا لقيت لكم كل صورة من هيدول اللبس أنا لابساهم رح نزلكم إياه هون. هاي من عند الأديداس إلى آخره. إجان الأديداس هيدي من Forever 21. هيدي اللي كنت لابساها على فكرة فستان، كان الناس مفكرينه انه توب، لا اتس دريس. عندي اختاب الاحمر بعدني لحد دقيقه ما لبستها. اجين ات واز كايند اوف ا ميستيك. اثنيناتهم عند تيد بيكر. هاي كمان الصبايا اللي كانوا سالوني عنها فكرين معلش هاي اي ثينك بدها تتغسل لانه لبستها بس وقت التصوير بالميك اب من عند رالف لورن. منها توب هيدي فستان طويل على تقريبا على ركبي. فهي دول هني. هي بعدني ما لبستها، بعدها بتأكد كنت على أساس أخدها معي على لندن آخر مرة. نفس الشي هيدي it's a dress كنت لابساها فيديو من الفيديوهات من عند إليزابيتا فرانشي. وهي دول هني
ودات تحت في عندي هيدا الباج وشوية غراض من ورا، هاي كل أغلبية الويجز والتياب كانت في التنكرية تبع الهالوين. وهون هيدا الباج من عند باث اند بادي ووركس، فيه شموع بعدة جديدة وفي شوية شاور جيلز على صابونات يعني هاند سوبس على شامبوز من عند نزيه. ودات سرابتت هيدول هني، انا حكيت لكم وقلت لكم كل الاغراض يلي عندي كيف مرتباهن، يمكن ما راح تكون على ذوقكم، يمكن راح تكونوا مستنيين something واو اند ديفرنت. وبالاخر وبالنهايه بس هيدول اغراضي يعني، وانا عاجبيني بالطريقه اللي انا منزلاهم، لانه انا يعني كيف راح اسكن اياها على حسب رياحتي لإلي، على حسب انا كيف راح نزل ايدي وراح اسحب يلي انا بدي اياه. يعني كل واحد بيرتب اغراضه على حسب هو رايه الشخصي. راح اقول لكم ليه عم اقول هيدي الجمله، لانه مثلا الصبايا قالوا لي جيبي نفس هيدول وحطي هون هون، انا ما بدي تضيق الغرفه، بدي الغرفه تضل هيك شوي واسعه، انا هيك مرتاحه. يمكن عم فكر جديا انه شيل هيدول وحطهم هناك، بس انه جيب تانيين لا. I'm fine with the boxes من هيدي المنطقة، I'm fine إنه الboxes يضلوا هون، أنا كتير يعني مرتاحة فيهم بهيدي الطريقة. و that's about it. يا رب يكون عجبكم الفيديو، إذا عجبكم ما تنسوا تضغطوا لايك، تشتركوا بالقناة، بشوفكم فيديو جديد، و thanks منين for watching. باي باي. وبعدني ما يا خفقت لهيدول لأعملهم بفيديوهات المشتريات.